إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. آه يا دماغي، مش قادرة، دماغي وجعاني قوي وقلبي حزين، مش قادرة نام. النوم معرفش عيني من ساعة ما عرفت إن أحمد ابني عنده والعياذ بالله جرثومة المعدة. آه والله، الجرثومة بتاعت المعدة الشر بره وبعيد عن كل السمعين. ومن ساعة ما عرفت كده وأنا وأبوه وإخواته مش عارفين ننام ولا نعمل إيه، خصوصا بعد ما عرفنا من واحد صاحبه إن الجرثومة دي والعياذ بالله بتسبب المرض الخبيث وإن ملهاش علاج، مهما تعالجت بترجع تاني. آه يا نيا دماغي، مش عارفة أعمل إيه. جرثومة المعدة الحلزونية هل بتسبب فعلا سرطان في المعدة؟ وهل صحيح إن ملهاش علاج فعال؟ الجرثومة الحلزونية نوع من أنواع البكتيريا اللي ممكن تصيب الإنسان، ومعروف إنها بتعمل التهاب في المعدة. لكن هل الالتهاب ده ممكن يوصل لدرجة سرطان في المعدة؟ الإجابة نعم، جرثومة المعدة من أحد الأسباب اللي ممكن تؤدي فعلا لسرطان في المعدة بسبب التهاب المعدة المزمن والمتكرر لفترات طويلة بدون علاج. لكن الحقيقة العلمية الهامة جدا اللي لازم كلنا نعرفها بتقول إن احتمال حدوث سرطان في المعدة بسبب الجرثومة الحلزونية احتمال ضئيل للغاية، لا يتعدى 1-3% فقط من المصابين بيها على أعلى تقدير. والدراسات كمان قالت إن غالبا بيكون في عوامل أخرى مشاركة عند هذا المريض أدت لحدوث سرطان المعدة مع الجرثومة دي، زي التدخين أو تناول الكحوليات وعوامل تانية كتير. لكن هل فعلا الجرثومة دي ملهاش علاج فعال؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. هل مفيش علاج فعال للجرثومة الحلزونية؟ جمعية السرطان الأمريكية قالت في آخر تقرير ليها عن سرطان المعدة سنة 2020 إن عدد حالات سرطان المعدة قل بصورة ملحوظة للغاية في السنوات الأخرانية، وقالوا إنها قلت بسبب تواجد علاجات فعالة في القضاء على الجرثومة الحلزونية وبسبب انتشار الوعي بالغذاء الصحي. علاج جرثومة المعدة الحلزونية لما بيتاخد بجرعته المظبوطة والفترته المظبوطة، يعني فترة لا تقل عن 14 يوم، بينجح في القضاء على الجرثومة في أكتر من 90% من المرضى. والناس اللي عندهم الجرثومة الحلزونية رجعت تاني، ممكن الطبيب المعالج يدي كورسات علاج تانية للجرثومة بمضادات حيوية مختلفة بنسميها خط الدفاع التاني والتالت وهكذا. ولو برضو ما استجابتش ورجعت تاني، بنعمل منظار معدة لهذا الشخص، لهذا المريض، وناخد عينة من جدار المعدة علشان نحللها، ونعمل مزرعة على الجرثومة دي، ونقدر نتعرف على المضاد الحيوي المناسب ليها ونديه للمريض، وبالتالي هنقدر نتخلص منها بسهولة. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.